ضرب فيضان إحدى القرى في أحد الدول الإسلامية، هذا وقد أسفر عن هدم أكثر من 4000 منزل وتشريد 15000 نسمة. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. أسمعت الخبر يا كنعان؟ أي خبر تقصد يا أحمد؟ الخبر الذي قاله مذيع المدرسة الآن، خبر الفيضان الذي ضرب الدولة الإسلامية. نعم سمعت ذلك، فأنت كما تعلم أنا خبير بكل أخبار العالم. لقد تشرد الكثير منهم، الأطفال، النساء، لقد دمر الفيضان قرى بأكملها. نعم بالفعل يا أحمد، بالفعل هذا ما حدث، فأنا كما تعلم على علم بتلك القرى التي دمرها الفيضان. يجب أن نفكر في طريقة نساعد بها هؤلاء القوم. فكر معي يا كنعان، فكر. لقد وجدتها. ماذا وجدت يا عبقري؟ الآن تعترف بصفتي أنني عبقري. نعم، ندعو الله أن لا يعيد هذا البركان على هؤلاء القوم مرة أخرى. بركان، نعم هذا ما سنفعله أولا، ولكني أقصد حلا عمليا يا كنعان، عمليا. لابد أن نجد حلا. وجدتها أحمد. وجدت طريقة نستطيع بها أن نساعد ضحايا الفيضان. أي فيضان؟ كنعان، نسيت؟ الفيضان الذي ضرب الدولة الإسلامية. تذكرت، فأنا كما تعرف عني أتذكر بشكل جيد. ما رأيك أن تساعدني في جمع التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضان؟ أي فيضان تقصد؟ كنعان، استجمع ذاكرتك معي أرجوك. يا أحمد، أتعلم أن جيدة جدا وأهلها لا يملكون نفس عاداتنا وتقاليدنا، حتى أنهم لا يشبهوننا شكلا ولا يتحدثون لغتنا. ولكنهم مسلمون. حقا، صدقت يا أحمد. والمسلم أخو المسلم، من واجبنا مساعدة إخواننا من الضحايا. وماذا ستفعل؟ ستعرف غدا صباحا بطابور الصباح. انتهيت والحمد لله. أبناء الطلبة، يود زميلكم أحمد أن يشارككم بفكرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، أود أن أطرح عليكم فكرة جمع التبرعات لإخواننا المسلمين المنكوبين من ضحايا الفيضان الذي شرد قرى بأكملها، وهذا جعل أهلها يفترشون حائط يقيهم برد الشتاء. وتذكروا أبناءهم الذين هم في أعماركم مشردين. أطلب منكم يا إخواني الطلبة التبرع بما تتبرعون به من مصروفكم اليومي لمساعدة إخوانكم من المسلمين. هذا مصروفي كاملا يا أحمد. جزاك الله خيرا وعوضك عوضا كبيرا يا كنعان. وأنا أيضا أتبرع بمصروفي. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله يا أحمد. الحمد لله، فالقلوب الطيبة تتوحد في وقت الشدة. سوف أتحدث مع رؤساء المدارس في منطقتنا التعليمية ليتبع خطاك ويجمع التبرعات، وأنت ستتولى الأمر. حقا يا أستاذ الفاضل. بكل تأكيد. تفضل يا أخي. بارك الله فيك. ما شعورك الآن يا كنعان وأنت قد شاركت معي في مساعدة إخوانك من منكوب الفيضان؟ أشعر أنني جائع جدا.